السلام عليكم، رجعت لكم اليوم بلعبة جديدة الكل يطلبها عندي في القناة، فما حبيت أردكم. السلام عليكم، معكم بكيزا جيمر، وهذا السحب الثاني على الجيف اوي $20 عن السوق السعودي. طبعا قبل ما نتكلم كل شيء، بغيت اقول لكم حاجه مهمه، يا ريت لو تمرون على صاحب القناه اللي من شوي علي احمد، لانه دعم قناتنا واتمنى اني ارد الجميل بمثله، فيا ريت تمرون على قناته وتسووا له سبسكرايب، اسمه موجود عندكم بالدسكربشن تحت، فيا ريت تمرون على قناته. ويلا خلينا نبدا الحين. في مشكله عند الجيف اوي، انا حاليا ما عندي الا 27 مشترك اقدر اسوي لهم القرعه، الباقي كلهم ما عندي اسماءهم، فكيف اقدر اسوي لهم قرعه واعرف انهم مشتركين؟ خلني اشرح لكم حاجه، طريقه اني اعرف هذا مشترك اعرف ان المتابع مشترك ولا لا، زي ما الحين تشوفون الفيديو زي ما هو مكتوب قدامكم، لن يظهر المشتركون الا اذا شاركوا اشتراكاتهم بشكل عام، فلن يتم عرض المشتركين الذين عينوا اشتراكاتهم الى الخاص هنا حتى وان كان الحساب مشترك في قناتك. فزي ما انتم شايفين هذول هم المشتركين، شوفوا بس 27 مشترك فقط لا غير اللي اسماءهم ظاهرة عندي. فاذا حابين تدخلون في السحب وما يضيع عليكم، لانه راح اول شيء راح اجمع كل الاسماء كل التعليقات، وبعدين كل التعليقات واسوي السحب. اذا طلع اسم المشترك راح ارجع واشوف اسماء المشتركين، اذا كان موجود مشترك في القناه اسمه موجود عندي بقائمه المشتركين، وكذا يكون اعرف انه حقق كل الشروط. الشروط ايش هي؟ شروط الاشتراك في السحب على الجيف اوي، اول شيء لازم تكون مشترك، ثاني شيء انك تعلق لو تعليق واحد فقط لا غير على الفيديوهات اللي انا نزلتها. فانا لازم اول شيء اتاكد، اول اخذ اسمك من التعليقات، بعدين امر على قائمه المشتركين، هذه موجوده عندي اقدر اشوف المشتركين عندي، اشوف امر على قائمه المشتركين ويطلع لي اسم، اتاكد انه موجود اسمه في مسوي التعليق ومسوي وهو مشترك. ففي ناس كثير مشتركين بس الاشتراك حقهم خاص، الاشتراك حقهم خاص. فاذا تبغون اشرح لكم طريقه انكم تفتحون الاشتراكات حقتكم من خاص الى عام، الحين راح اشرح لكم، موجوده عندي في صوره. طبعا الفيديو مو واضح شوي لانه ما قدرت اصور الكمبيوتر، الجوالي ما عرفت اصوره، فهذا اللي اقدر عليه فاعذروني. راح اسوي لكم الشرح من جوالي، راح افتح الجوال. اول شيء ندخل على تطبيق اليوتيوب، بعدين ندخل على الصفحة الرئيسية. دخلنا على الصفحة الرئيسية يجي لكم صفحة اليوتيوب، قناة اليوتيوب، بعدين يطلع لكم فوق في القائمة اللي فوق الرمز اليوتيوب، بعدين صورة كاميرا، بعدين علامة العدسة المكبرة، بعدين فوق يسار صورة الأكاونت حقكم، ضغطون عليها، بعدين يطلع لكم مكتوب الحساب اسمكم وكل شيء، بعدين تضغطون على الايقونه حقت قناتي. دخلتوا على ايقونه قناتي يجي لكم الايقونه حق صوره الاكونت حقكم، بعدين الاسم، بعدين يجي لكم مسنن صغير، اضغطوا على المسنن. اذا ضغطتوا على المسنن يطلع لكم اعدادات القناه. اذا دخلتوا على صفحه اعدادات القناه فهذا انتم وصلتوا المكان الصحيح. مكتوب في ثلاث خيارات تحت قائمة الخصوصية، يجيك ثلاث اختيارات كلها يسوي تشغيل أو إيقاف. مكتوب السطر الثاني الحفاظ على خصوصية الاشتراكات، هذا قفلوه لا تخلونه مفتوح، إذا فتحتوه كل اشتراكاتكم خاصة ما حد يشوفها. إذا تبغون اشتراكاتكم، يعني مثلا أنا صفحتي بشوف من مشترك بقناتي منكم، لازم تقفلونها، يعني يصير لونها رصاصي. وبكذا تكون ان شاء الله دخلتوا كل المقومات الاشتراكات حقاتكم، الاشتراك في السحب. ويلا خلينا نتكلم عن السحب. السحب ان شاء الله راح يكون هديه مني لكم بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك، عنا الله على صيامه وقيامه. اهم شيء لا تنسون الاشتراك في المسابقه، انكم تسوون تعليق، وانكم تكونون مشتركين في القناه.
يلا بالتوفيق، وشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. مع السلامة.